في فيديو اليوم راح نحكي عن حساب فيسبوك قديم اللي لقيته له اكثر من 6 سنين، وبعد جوله سريعه مدتها 5 دقائق لقيت فيه كميه فضايح ما صارت عند فيفي عبده، فخلينا نحكي عن الموضوع اكثر. مرحبا يا جماعه، معكم محمد هيكل وجيت كل يوم بفيديو جديد. هذا الفيديو متأكد اني راح اندم اني نزلته، وغالبا راح امسحه كمان شوي اصلا. كمية الفضايح راح تشوفوها بهذا الفيديو ما صارت مع سعد المجرد. سعد المجرد كل 10 دقائق بروح بيغتصب بنت، بحسسك انه رايح يشتري خضرة مش رايح يغتصب. تلاقيه قاعد يقول لك اوف شو زهق هذا، خلينا نروح اغتصب لي 6 مع بعض. قضايا الاغتصاب اللي عليه اكثر من قضايا السرقة اللي على ايمن. طبعا للي ما بيعرف ايمن عليه قضية سرقة حفايات من باب مسجد يوم الجمعة. مسكوه على الكاميرات وهو صغير واشتكوا عليه وحبسوه. بس لا تخاف يا صاحبي، مستحيل احكي لحد سرك كبير، عارف انه مرتك ما راح تعرف، خلص انسى الموضوع بيناتنا. فكروا بدي الفضح لحالي، والله لا افضح الاردن معي. ايمن ترك حفايات 3000 مصلي وراح سرق حفاية امام المسجد. امام المسجد بس شافه على الكاميرات شمطه تطعيمه مدتها ربع ساعة، وصل لجد ايمن ال 12 وهو قاعد بطعم. ولولو ما انه هديناه كان ناوي يخلص على شجرة العيلة كاملة. كويس ما كان الامام تبع اولاد، كان تصرف مع ايمن تصرف ثاني. وانت اذا شفت امام المسجد قاعد بطعم اعرف ان الموضوع كبير. اقسم لا لو اني مكان القاضي ما بحبسك، بعاقبك عقاب ثاني. خليك تروح على الدار مشي من المحكمة وانت حافي عشان تحس بامام المسجد يا عرس. المهم يا جماعه، من فتره في واحد على انستغرام قاعد ببعث لي صور الي انا مش متذكر اني تصورتها اصلا، والصور كثير عاطله. يعني في صوره منهم بوريكم اياها اخر الفيديو، ساهر منذر استحي يتصور زيها، يعني مش ضايل بالصوره احكي تمنع تسرب الهواء وبتكون دعايه لاولويز. فالشاب مصر بقول لي يا تبعث لي 1000 دولار كاش هسه، يا اما هاي الصور وصور غيرها كثير فضايح ببعثها ليوتيوبر ثانيين عندك معاهم مشاكل. قلت له تمام يا صديقي، بشكلك لا تعلم انه ينص القانون الاردني فقره الف على د قسم ج فوق الصوره اخر الشارع اول دخله على اليمين انه يعاقب كل من ابتز او هدد او حذر. وقعدت احكي معاه كلام غبي هيك على اساس يخاف. ولا بقول لي بعرض امك، والله اسف بحياه امك ما تحبسني، اسمع خذ هي الحساب والله اسف ما بعيدها. ولك بدك تيجي انت تنصب على ابو هيكل يا عرس. انا بس سمعت انه في يوتيوبر سوري بدور على فضايح الي عشان يشتريها، رحت انا عملت فضيحه الي وبعته اياها انا. رحت جبت ايمن لبسته باروكه ولفيته وحضنته وتصورنا انا وياه فيديو. ايمن ما كان مبين الا من ورا مبين بنت حقيقيه. مسكت الفيديو وعملت حساب وهمي ورحت بعثت له جزء من الفيديو، قلت له هي فضيحه لابو هيكل تشتريها ب 500 ليره. الحيوان كيف قال لي خذ هي 500 ليره وبعث لي الفيديو على الدعسه. رحت بعثت له الفيديو ثاني يوم، رحت استلمت المصاري ورنيت عليه مكالمه فيديو. قلت له الله يعطيك الف عافيه شكرا على المصاري، البنت كانت بالفيديو ايمن وبعثت له الفيديو الاصلي. وظلك نبش وراه يدور فضايح، الله يوفقك يا رب، اي شيء بتحتاجه ابعث لي. بدك تيجي انت تنصب علي. المهم خلينا ندخل على الحساب ونبلش فيه من الاقل للاقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين اسم الحساب محمد هيك بالانجليزي، ونبلش بالصوره الشخصيه. هاي كانت اول صوره الي بنزلها على السوشيال ميديا كامله اصلا، ولها قصه كثير زباله. انا يا اخوان حبي للنسوان من الصغر، يعني اولاد الصغار بفطمهم على الحليب، انا فطموني على النسوان. يعني بوقتها اللي بعمري كان يلعب العاب طقطقه انا كنت العب العاب تلبيس بنات. كنت كل يوم على هذا الحساب ابعث 7000 طلب صداقه ل 7000 بنت، وين ما شم ريحه بنت ابعث طلب صداقه، كبيره صغيره بهمش ابعث طلب صداقه، المهم انثى عادي لو شاب حلو برضه ببعث. كنت بحاجه اشي طري يكون عندي صديق على الفيسبوك، زهقت من وجه ايمن. ومن بين الاف طلبات الصداقه لكل نسوان الكوكب واحده منهم الله غضب عليها وقبلت طلب الصداقه. فانا قلت خلاص بعد كل حبي للنسوان هذا اخيرا راح اضبط اول انثى بحياتي، اخيرا في حدا راح يقول لي دير بالك على حالك من محبه مش تهديد. بس كان في مشكله صغيره بعلاقتنا، انه كان عمرها 26 سنه وانا كان عمري 15 سنه. يا اخوان كانت مطلقه عندها بنتين، والله العظيم حتى بناتها كانوا كبار علي، فكان لازم ادور على نقطه ضعف فيك عندها ادخل فيها. فدخلت على صفحتها وقعدت ادرس بشخصيتها دراسي، اعرف شو بتحب وشو بتكره عشان خلص اكون الرجل المناسب في المكان المناسب. فمن منشوراتها اكتشفت انها بتحب العساكر، وانا هون قلت خلص فوت صيد يا كبير، خصوصا اني ما كنت منزل ولا صوره الي ولا باي مكان، ما حدش بيعرف شكلي ابدا. فانا فوت بعثت لها مسج قلت لها معك محمد هيكل عسكري باسل في الجيش الاردني وقائد قوات حرس الحدود الاردنيه، اي شيء بلزمك بالدوله خبريني. بعد علاقه طويله مدتها نص ساعه اقنعت انه عمري 25 سنه وعسكري وقائد قوات حرس الحدود واحمي حدود بلادي مع اسرائيل واتصدى للعدوان الصهيوني يوميا. بس كان في مشكله واحده، انه بعد ساعه ونص طلبت تشوفني، فهون اضطريت انزل هاي الصوره الشخصيه اللي شفتوها. لما جبت صاحبي يصورني قلت له اسمع تبينش وجهي، بين بس جسمي، تخليش ولا نقطه اضاءه على وجهي. مع هيك شكت بالموضوع، ولا بتحكي لي حابه اشوفك وانت لابس عسكري. رحت على ايمن قلت له ايمن بعرض امك دبرني في بدله جيش اتصور فيها 6 ثواني باي طريقه. فروحنا سرقنا بدله عامه وتصورت فيها الصوره هاي اللي حاط فيها كل الفلاتر اللي اخترعوها البشر عشان وجهي ما يبين وتكتشف عمري. طلع بالصوره وجهي مش مبين زي الصحابه بالمسلسلات التاريخيه. فرحت نزلت الصوره هاي على الفيسبوك وكتبت عليها وطن لا نحميه لا نستحق العيشه فيه، على اساس اني بنام وبصحى وانا ماسك السلاح وبحارب. ولا بتحكي لي بس مبين عليك قصير انت، كيف فوتوك الجيش؟ هو ما عرف شو ارد، قلت لها ابوي وزير الداخليه. يا حرام البنت مكيفه، مفكرتني قائد قوات حرس الحدود ومفكره ابوي وزير الداخليه. والمشكله انه بوقتها ما كان معي تليفون احكي معها، كنت احكي معها من تليفون ابوي بس ينام افتح حسابي بالسر. اخر شيء ابوي زقطنا وانتهت العلاقه، وابوي كمل
معاها لحاله، ما احنا بالعيله بنورث النسوان لبعض، حرام يعني نعمه الله تروح على الفاضي. المشكله ابوي كمل معاها على اساس انه وزير داخليه عادي. يا رب امي ما تشوف الفيديو. تبك منه يا رنا، هذا ابني الحيوان بضل يلعب بالتليفون. بس بتعرفي يا رنا، وزاره الداخليه مسؤوليه صعبه علي، مفكر استلم وزاره الماليه، بحس انه شغفي للمال اكثر من الاداره. شوفوا هاي الصوره مثلا، بجوز قبل 5 سنين بحفله اختي، بتطلع على الصوره بتشوفها صوره عفويه عادي، واحد نازل عن درج وبظبط بزرار القميص، مع انه كواليس الصوره يا ايمن صورت شنجت بعرض امك. طب بدك اياها بفلاش ولا بدون؟ ولك بايش ان شاء الله بالفطر، بس صورت شنجت. بس شوفوا شو كاتب عليها، اكسر خشم العنيد ولا همني مخلوق، ابو هيكل لضاقت اخربها. طبعا انا وانتم عارفين اني مش فاهم شيء من هذا الكلام، بس لانه في بنت ثانيه قبل طلب الصداقه كانت تحب البدويين، فخلاص بوقتها لازم اعمل حالي يصير سالم. انا متاكد وانا بكتب هذا الكلام هيك باقي اتخيل حالي هيك. لكسر خشم العنيد ولا همني مخلوق. مخلوق صح لسان يا شيخ. الله اكبر. ابو هيكل لضاقت اخربها اخربها. صح لسان صح لسان. انت يا ابن الوسخه ما قلتش صح لسانك. الشيوخ والمفلسفين لا تنزلوا فوق ال 18. هون شكلنا مقدمين على اشي سافل. شكله في وحده قبل طلب الصداقه. ما انا شخصيتي بتتغير على الفيسبوك بوقتها حسب مين البنت اللي بتقبل طلب الصداقه. خلينا ننزل نشوف شو فيه. اراد قرد الانتحار. حلو، قرد بده ينتحر. وين فوق ال 18 بالموضوع؟ فماشي في الغابه فوجد اسدا نائما فبعد قوية. فقال الأسد من هذا الذي لا يريد الحياة؟ فقال القرد أنا. فقال الأسد في حدا شافك؟ قال له لا. قال له طب أعطيها واحدة ثانية. يعني سافل وثقيل دم الله يأخذك. امبارح بالليل وأنا مروح الله يأخذني تذكرت البوست هذا. امبارح بالليل وأنا مروح لقيت أسد بالشارع، حكيت له شو رأيك تهجم علي؟ حكاية له له يا أبو هيكل من متى الأسود بتهجم على بعض؟ والله شكله بوقتها في واحدة كانت تشتغل بحديقة الحيوانات قبل طلب الصداقة، أو إني باقي مزبط بس أنا ما كان عندي أهل، ما كان عندي أبو يجي يقول لي يابا يفضع عرضك، شو هذا اللي بتنزله؟ لا تحبوني ترى ما من وراء حبي فايدة، اكرهوني عسى ما بقى لي احد. كنترول اطلع لي فيها جماعة التصميم، ما حداش يقصر. ايوه انا هاي الصورة عندي معاها كثير تساؤلات. اول اشي انت ليش قاعد بحضني يا زلمة؟ قوم انقلع. لهالدرجة باقي مقطوع من نسواننا. ثاني اشي ليش بتبوسني؟ ثالث اشي ليش انا مبسوط لهالدرجة انك قاعد بتبوسني؟ رابع اشي ليش حاط بربيش الارجيلي هون مكانه غلط؟ يا زلمة شيله يمين شمال ودي اي مكان. ومين انت اصلا يا زلمة؟ انا صار عندي فضول اعرف شو صار بعد الصورة، بس الحمد لله انا اللي لابس بدلة شكله انا العريس. اذا هاي الصورة ساهر منذر ما نزل زيها. يا اخوان انا مش الوان اقسم بالله. مش عارف شكلي كنت مقطوع قبل 5 سنين او انه قبل 5 سنين كانوا عادي الشباب يحضنوا ويبوسوا بعض. المهم انا مش الوان. مش عارف ابوي عمامي اهلي عادي شفتوا هيك صوره ومشيتوها. هون يا جماعه انا اكتشفت موهبتي بالحياه ورسمت اول رسمه. هاي هي هيكل مشان الله خذ رقمي وبتعيط ودموع على خدها. اسف مرتبط بس خذي هاي بعض. يا الله انا لهالدرجة باقي خراب؟ وليش راسم لحالك لحية وانت ما عندك لحية؟ وليش معدتك على شكل رسالة؟ ولك ليش باقيين شابكين لك نت اصلا؟ الله ياخذني بس. بس هاي كانت رسمتي الأولى، وبتعرف مشوار الألف خطوة بيبدأ بميل. أبوها ولك انزلي مشان الله، هي مش نازلة غير لما يجي محمد هيكل، وأنا داخل بمظلة ما بعرف ليش. وهاي كانت ثاني أخرى رسمة بالتاريخ بعد رسمتي الأولى. يا اخوان أنا بقول بكفي لحد هون فضايح، إذا بتوصلوا هذا الفيديو 10,000 لايك بأول يوم بعمل كل جزء ثاني. لسه مليان فضايح بس ما راح تقدروا تشوفوا شيء لو رحتوا دورتوا. أسرح أعمل كل شيء خاص. انا بعديها تعمقت بالرسم اكثر، رسمت رسمات ثانيه كثير. الله ياخذني. صحيح للناس اللي ما بتتابعنا على الانستغرام، صوروا الشاشه فيديو لاكثر جزء بعجبكم الفيديو واعملوا لي منشن، بحط ستورياتكم كلها عندي على الانستغرام دائما. وبس والله يا جماعه هذا كان الفيديو اليوم. لايك شير منشن سبسكرايب حكيت تعملوا دائما، تصوروا بلاتيهم ربع 15 شويه من كومنتات كل فيديو، بعدين كل فيديو او شو جاب سبب